السلام عليكم لي زامي، جيسبيغ كو فوزالي بيان. فيديو جديد ان شاء الله. صراحه قررت انني نعطي وقت كثر للقناه ديالي، دونك ان شاء الله من هنا القدام يوغا بوكو دو نوفيل فيديو. ولا ما كنتيش ابوني تابوني في القناه وشجعوني بلايك، وان شاء الله ننتظروا كل جديد. وما تنساوش تخليو لي اقتراحات ديالكم في التعاليق على لي فيديو اللي تبغيو تشوفوا اكثر في القناه ديالي ان شاء الله. المهم اليوم جو في بارطاجي افيك فو دي زاشا كو جافي في شي شيئين، دي شوسور اي دي ساك. انا حتى حدايا كلشي هنايا غنوريهم لكم. المهم بنات غادي نبدا ب لي شوسور. غادي نهز اول بواطه قدامي هي هذه. فوالا كيجيو بحال هكذا. C'est des escarpins à talons. Sarah, la qualité de l'homme bien est bonne. Les talons de l'homme quand même aliens. Je crois qu'ils ont mis 10 cm. Bon, moi, si je joue à ça, les détails de l'homme sont bien et je connais. Voilà. Un quel sweat latine ou j'ai mis au maire. Donc, il n'y a pas de problème avec les tailles principales des chaussures. Deuxième chaussure. هما هادو حتى هما عاليين ولكن قل من الاخرين. الاخرين عاليين اللي باج عاليين بزاف. هادو ناقصين شويه، تكون شي 9 سنتيمتر ولا 8. المهم با لوان مي بون. وبصراحه جاوني هادو مريحين بزاف على الباج، يعني بالنسبه للبنات اللي ما مولفينش بزاف لي طالون كنصحهم بهادو اكثر باش شويه قاصحين على هادو. المهم جو بريفير لي نوار. زوينين، سون تري سامبل. اي فوالا الشكل ديالهم تا هما 37. اي ثوازيام اي ديرنيير شوسور هما هادو. سي دي باسكيت. عجبني صراحة الشكل ديالهم وكيف ما شفتهم في التصاور كيف ما وصلوني، يعني با دو بروبليم. طاي 37 فوالا، خفافين رطبين في اللبسة مريحين. زعما فاش قيستهم ميتو عجبوني في اللبسة فريمون خفاف بزاف. فوالا بونتيغ بلارجونتي. فوالا الصاك الاول اللي حدايا هو اللي كان هز نص ماما. فوالا هذا ما عرفتش واش غتبان لكم لا طاي. نورمالمون هو ما كبيرش وما صغيرش بزاف صراحه. مويان لا طاي ديالو زوينه بزاف، يعني قياس هو هذاك فريمون. لا كاليتي ديالو عجبتني بزاف، رطب استعمالي منين وصلني وانا كنستعملو غير هو. دوكو فوالا فيه اون تيت بوش هنايا، فيه اون دوزيام هنا وفيه اون تخوازيام هنايا. المهم ما نعاود لكمش على ساكن من داخل. فوالا يعني فيه ثلاثة ديال لي بوش. لا كاتخيام سي اون توت بوتيت لي كاينة هنايا اللور. فوالا و الأزمنة. المهم غادي نخلي لكم لي ليان، دونك اللي بغات تعرف لو بري غادي تدخل لو ليان ديريكتوم. المهم بنات جبتهم من لي ساشي باش يجيني ساهل انني نوريهم لكم. الثاني ساك هو هذا، تري تري ليجي وحتى الموتيف ديالو عجبني بزاف. لي ديتاي صراحة زويون. في السمكة هكذا، المهم السمكة هكذا طويلة. وهنايا سميطة. صراحة أول مرة غادي ناخد ساك جديد أون بليس غيكلا بخي فين. فوالا الداخل ديالو فيه دو بوش أون بليس، فيه وحدة هنايا بالسلسلة. نقدر نزيدو لنا من نوت كولور حيت فريمون زوين. إلي بخي يعني في ما عقلتش إن شاء الله كيما قلتلكم غنخليلكم لي ليان. القياس ديالو راه غادي يبان لكم بارابور لي دي، غادي يبان لكم القياس. ثوازيام ساك البنات هو هذا. هذا حتى هو استعملته زويون بزاف. هذا صغير على الكحل اللي وريتكم في الاول. الي بلو بيتي بلو ليجي.
en plus داخل فيها غير اون سول بوش مي لارج والجلد ديالو رطيب حتى هو استعمالي بزاف وانا كيعجبوني لي ساك اللي كيكون الجلد ديالهم رطب ما كيكونوش زعما قاصحين فوالا صراحة لي ساك ديالهم لا كاليتي ريان ادير يعني انا كاع لي ساك لي كومونديت ليهم لا كاليتي ديالهم عجبتني بزاف كاتريام ساك هو هذا ما عرفتش واش غادي تفهموا الشكل ديالو ولا لا حيت خصو يكون عامر باش يبان المهم جون ان ساكادو هانتوما فيه جوج سميطات في السلسله هنايا وعندو سمطه طويله عاوتاني ريغلابل باش تهزو هكذا على الكول صراحه عجبني جاني سبورتيف فريمون كبير هانتوما من داخل في السلسله هنايا اون بوش على الانتيريور وفي اون بوش عاوتاني هنايا هذا لو dernier sac دابا غادي نوريكم واحد لاتروس اللي كنت كومونديتها من عندهم النيت ديال الرونجمون وفيها انتما فيها سميطه بحال هكذا pour les voyages داكشي صراحه elle est très pratique وهي normalement elle est faite pour tout ce qui est câble les prises ولكن نتوما راه تقدروا تستعملوها كيف ما بغيتوا انا المهم درت فيها غير دي تروك كي ترين انتما فيها دي تروك بحال هكذا دي بتيت بوش هنايا فيها هاد لي زيلاستيك باش تترونجيو لي كابل وهنايا دي سيباراتور بحال هكا تقادوهم كيف ما بغيتو نتوما كيلصقو هكا اون سكراتش صراحه هي تري براتيك وكبيره كوميم غادي تهز طامال دو شوز بور لي فواياج Voilà, et c'était le dernier article que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des likes pour que je vous aime, inchallah. Voilà, si elle vous a plu ce genre de vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou à vous suggérer. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo, inchallah. Bye bye.